وكذلك نبارك لكم ذكرى ولادة كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه. وها نحن على بركة الله نلتقيكم والبرنامج المباشر الفقه حياة الذي نجيب فيه إن شاء الله عن أسئلتكم واستفساراتكم. ولكن قبل كل شيء دعوني أرحب بضيف البرنامج الدائم العزيز على قلوبنا سماحة السيد رشيد الحسيني. حياكم الله سيدنا العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا، ونبارك لكم إن شاء الله ذكرى ولادة كريم أهل البيت مولانا الإمام الحسن سلام الله عليه. سلمكم الله، بارك الله بكم، وأسعد الله أيامكم، وتقبل الله أعمالكم، وجعلكم من الفائزين إن شاء الله تعالى. نعم، حياكم الله سماحة السيد وأهلا وسهلا ومرحبا. سماحة السيد، كما عودنا للسادة المشاهدين في بداية كل حلقة نتحدث عن موضوع معين، لكن اليوم ونحن نعيش ذكرى ولادة كريم أهل البيت مولانا الإمام الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه، وواقعا يعني مهما تحدثنا عن هذه الشخصية الفذة ربما لا نفي حقها، لكن قدر المستطاع إن شاء الله في بداية هذه الحلقة ما الدرس الذي يمكن لنا أن نستفيده من حياة سلام الله تعالى عليه؟ وأكيد حياته كلها دروس وعبر، لكن ما الدرس الذي نحتاجه في حياتنا الحاضرة؟ حياكم الله. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بدوري أيضا أبارك للإخوة والأخوات المؤمنين المشاهدون، ونبارك لسيدنا ومولانا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ميلاد جده الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، وهو يوم مبارك وعظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحيي ذكر هذا الإمام ويقتفي أثره ويحيي سنته ويسير على نهجه إن شاء الله تعالى. حياة الإمام الحسن صلوات الله عليه حياة صعبة جدا، يعني مر بمشاكل عويصة ومر بامتحانات صعبة جدا في أيام والده الكريم الإمام أمير المؤمنين، وفي أيام إمامته أيضا واجه صعوبات كبيرة جدا. ولكن في النهاية الإمام الحسن خرج من كل هذه الصعوبات، خرج بمشروع، يعني حسب تعبيرنا ما ضيع الأمة ولا ضيع المنهج، وجعل هناك حلولا لكل أمر يحصل. وهذا درس كبير إن نحن كأناس نعمل أو نعيش في مجتمع متلاطم، مجتمع متناقض، وكمدراء لجهات ولدولة ولوزارات مؤسسات، أيضا حياة الإمام الحسن جدا في الواقع ملهمة بالنسبة للقادة، بالنسبة للمسؤولين واللي يتحملون مسؤوليات ضخمة. الإمام الحسن يعطي انصافا كما والده المكرم الإمام أمير المؤمنين في جملة تصرفاته ومشاريعه وما قام به وأوجزه في عهده لمالك الأشتر، أنطى خطوط عريضة لإدارة البلد، كيف يدار البلد وكيف يمكن الإنسان أن يحافظ على المصالح الناس ويجعل هناك عدالة اجتماعية يعيش الناس في دولته منعمين. الإمام الحسن أيضا نفس الشيء، في الواقع واجه صعوبات ولكن حاول أن يضع بدائل في تصرفاته حتى لا يضيع الإنجاز ولا يضيع حسب تعبيرنا المنجزات التي حصلت. شوفوا، الإمام الحسن واجه طاغية، طاغية الشام، واقع الحال ليس له إلا ولا ذمة، يعني يقتل ويجعل الضحايا تحت يديه بشكل
جدا عادي ويدعي أن لله جنودا من عسل، يعني يسمم الناس يختالهم بالسم ويقول أنه ويرسل عسل فيه سم، يقول أن لله جنود من عسل. فعدو شرس بهالطريقة هذه أمير المؤمنين في الواقع واجهوا مواجهات، ولكن للأسف هناك تخاذل من جيش علي صلوات الله وسلامه عليه اللي هو الخوارج ومشاكل الخوارج. الإمام الحسن صمم أن يواجه هذا الطاغية وقرر أن يواجهه، ولكن للأسف صارت هناك شراء ذمم لقادة جيشه واشتروهم بأموال طائلة، والجيش على أي حال فقد قادته، فقد كبراءه. فالإمام شاف أنه إذا دخل بمعركة هي خاسرة في الواقع راح يحمل الأمة ويحمل الجماعة ضحايا كثر بدون نتائج حسب تعبيرنا واضحة. فشاف أنه ما يصير إلا ما أنه يجلس على طاولة حسب تعبيرنا المفاوضات ويتفاوض، تعال يا خلينا نحقن دماء المسلمين بس بشروطي أنا. هذا الصلح المعروف سمعت السيد. بلي بشروطي أنا. شوفوا إخواننا، ليس عيبا إنسان يحاور الطرف الآخر، عدوه يحاور عدوه، ولكن بشروط معقولة بشروط متينة. وليس عيبا أنه الإنسان يحاور فرقاء وجماعة أخرى ويصل إلى نقطة حل لمشاكل الأمة. الآن في العراق إحنا نعيش انسداد واضح، صار الآن من الشهر العاشر إلى يومك هذا 6 أشهر البلد معطل، ميزانية غير كذا، يا بشنو هذا يريد شيئا وذاك يريد آخر، وفي النهاية أكو مشكلة عويصة. الإمام الحسن ينطينا في الواقع مشروع جديد وخطة جديدة، أنه يا جماعة إذا ما يقدر واحد يغلب الآخر، إذا ما يقدر واحد يعني يحقق كل أهدافه مع وجود الآخر، تعالوا إلى كلمة سواء حتى نشوف الأمور كيف يمكن تحل. والحوار ليس عيبا والمفاوضات ليست عيبا، حتى مع الأعداء أكو مشكلة أن البعض يتصور أنه أكو عدو أبدي وسرمدي. ما عندنا عدو أبدي سرمدي، أكو شيء اسمه في واقع الحال يمكن إنسان أن يحقق أهدافه بالتي هي أحسن، ما استطاع يقاوم بشكل أو بآخر. أما أنا في واقع الحال أعتبر أنه لابد دائما في حال اشتباك واصطدام، هذا ليس صحيح. نعم الشيطان عدو، الشيطان عدو، فاتخذوه عدو، هو يسميه العدو السرمدي الأبدي اللي هو الشيطان. أما في المصالح العامة في العلاقات العامة في إدارة شؤون الأمة لابد أكو من مرونة، لابد أكو من مرونة، ماكو شيء اسمه هذا خط أحمر بهذا المعنى. فالإمام الحسن أعطانا هالشكل رسالة ومشروع أنه لإنقاذ الأمة من مشاكلها ولحل المعضلات اللي تعاني منها الأمة لابد من الجلوس حتى مع عدوك اللدود، ما دام فيه مصلحة عامة. حتى مع عدوك اللدود اللي هو قاتل وفاسق وفاجر بمعنى الكلمة، ولكن شو تسوي؟ واقع شو تسوي؟ لازم تصل الأمور إلى على حال حلول مرضية. هذا مشروع وضحى من أجله الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. ضحى بشنو؟ ضحى بسمعته. ضحى بسمعته. يجون جماعة يقولوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين، أنا مذل المؤمنين، أنا سيد شباب أهل الجنة، أنا الذي قال عني رسول الله الحسن والحسين إمامان قاما وقعدا، أنا أذل المؤمنين. بس هي جهلة، جهلة القوم وحسب تعبيرنا الخط المتشدد في الجماعات، كل جماعة فيها خط متشدد، كل جماعة الآن تشوفون بالساحة إلى خط متشدد وعندها خط معتدل، فالمتشددون ما يقبلون حتى على الإمام المعصوم.
حتى مع الإمام المعصوم ما يقبلون، وهو معصوم مع أنه معصوم. نعم. فأقول لابد يعني من التضحية. والإمام الحسن ضحى أنصاف بسمعته على حال حتى بحياته، يعني يأتون ويطعنونه، واحد ضربه بخنجر رادي قتل الإمام فأصاب فخذه المبارك. شوفوا إخواني الكرام، الإمام الحسن ليس إماما على حال لأهل المريخ، وليس إماما لغيرنا، هو إمامنا وسيدنا، فلا بد أن نستفيد من حياته في أن نحل مشاكل الأمة ونبحث عن الصياغات الصحيحة والبرامج حسب تعبيرنا التي تحافظ على الحد الأقصى من ما أقول أدنى، الحد الأقصى والأعلى من مصالح الأمة بالممكن. وهو هذا المطلوب. وهذا هو المطلوب. نعم. نعم، يتهمونكم ها متخاذلون، تراجعتم كذا. عموما الحياة ما تتوقف عد كلمات وعد أمور حتى نقول خلاص هو هذا وغيره ما يصير. نعم. الإمام الحسن صلى الله عليه فرض شروطها واضحة. نعم. أنه أنت بعد ما تروح أنا الإمام، قال له ما يخالف. الـ 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 كل اللي قطعتم كذا، يعني شروط هسه انا ما ادخل في جميع الشروط، طرفه وقع وبعدين اجى خذل، طرفه خذل، طرفه على حال خائن، انا قلت لك خائن فاجر، ولكن شو تسوي؟ يعني الامام يدري هذا فاجر خائن بس يريد يلقي حجه على نفسه، حجه على التاريخ وعلى المجتمع انه انا قمت بالذي املاه علي، شنو أملاه علي ضميري ووظيفتي الشرعية. نعم أحسنتم. فذاك صعد على المنبر وقال كل اللي أنا صالحت به الحسن أضعه تحت قدمي وأنا ما أفي بأي شيء منها. نعم. هذا بعد أخلاقه، هذا أخلاقه وطريقته وسلوكه ومنهج ساقط. بلي. نحن لابد أن نكون على مستوى عالي. نعم. من الوعي والحكمة حتى نحافظ على إنجازاتنا أيها الأحبة. أحسنتم. نحن في الواقع قدمنا الكثير. الإمام الحسن شاف أنه ما عمله أبوه أمير المؤمنين خلال 25 سنة هذا شلون يضيعها؟ فما لازم تضيع، يحافظ على الباقية حسب تعبيرنا الفئة يكونها ويستعيد عافيتها، فاحتاج إلى أنه يهادن. بل ارجعوا، هذه هم في الرجوع يعني مهم، ارجعوا لحياة علي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الإمام أمير المؤمنين مع أن الجماعة سلبوا الخلافة، وإحنا عقيدتنا أنه سلبت الخلافة. نعم. والخلافة لعلي. نعم. والسقيفة على حال كان انقلاب. نعم. زين، الإمام المؤمنين مع أنه سلبت الخلافة وانقلاب صار عليها. نعم. وضربت الزهراء وقتلت الزهراء واستشهدت بظلم من ظلمها، مع كل ذلك شوفون أمير المؤمنين 25 سنة شلون عايشهم. نعم أحسنتم. 25 سنة شلون كان يدير الأمور. نعم. لا أنه يحسب، يعني لا أنه يعطيهم شرعية ولا أنه يهدد كيانه وكيان جماعته وكيان الخط العلوي. نعم. هذه إخواني فن. نعم. فن وحكمة، كيف أنا مع الأنداد مع الأعداء مع المنافسين الشرفاء وغير الشرفاء، كيف يمكن أن أحافظ على مصالح الأمة؟ هذه رسالة. نعم. رسالة في يوم ميلاد الإمام الحسن. نعم. رسالة لكل الذين يتصدون المشهد السياسي للبلد والإداري والاقتصادي، أنه فكروا في أمتكم. نعم. فكروا في إنجازاتكم، الإنجازات الأمة قصدي. نعم. إنجازاتهم على حال لا ندري أن لهم إنجاز، واقعا لا أدري أنه إنجاز، بل هناك فشل وتراجعات، ولكن إنجازات الأمة، الدماء التي أريقت. حسنتم. شوفوا احنا قبل كم يوم احتفينا بذكرى. نعم. استشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية. نعم. وغيرهم من الشهداء.
دفعنا الغالي والنفيس، نعم. الدماء وقتل وتشريد ومذابح، نعم. مذابح التكفيريين من سنة 2004 إلى سنة، نعم. إلى اليوم نحن كل يوم مفخخات وضرب وقتل وكذا، نعم. هذه كلها في الواقع تحملنا ضحايا وأبقينا شيء اسمه حقنا، نعم. حقنا المسلم في هذا البلد. هذا لا يضيع يا أخواني، لا يضيع بنحو من المعاندة ونحو من المساجلة والمهاترة. هذه أمانة في أعناقكم جميعا، دماء الشهداء وآلام الثكلى، نعم أحسنتم، وأوجاع الأرامل، ومعاناة الأيتام، وما تعانيه الأمة اليوم من مشاكل، هذه كلها في أعناقكم أنتم، نعم. يعني والإمام الحسن المجتبى سيكون حج عليكم يوم القيامة أنه كان يمكن لكم أن تصلوا إلى، نعم. حل وسطي لحل مشاكل الأمة، وأن لا تكون بهذا النحو من العناد والتعاند، فهذا خلاف منهج أهل البيت في إدارة الأمة. نعم أحسنتم سماحة السيد، إن شاء الله تصل هذه الرسائل إلى المعنيين. الآن سماحة السيد، يعني حتى نستثمر الوقت في الإجابة على أسئلة الأخوة اللي يتصلون بنا وكذلك اللي يبعثون بصمات، عدنا بصمة، نعم نسمح إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا، تقبل الله أعمالكم. عدنا والدتي ما صامت حياتها غير يوم واحد، واسع عمرها 55 سنة، هي صلاتها تمام بس الصوم ما تقدر، هي صار بها سكر من التسعينات، وهسه إذا تقدر هسه ما تقدر تصوم، يعني إذا تصوم توقع، شنو حكمها وشنو تدفع هسه؟ نعم، ويانا اتصال من الأخ ضياء، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عارف كيف قتل الليل؟ نعم. نعم يا ضياء، ابتعد عن التلفاز، يعني صراحة الصوت غير واضح. كيفية صلاة الليل؟ كيفية صلاة الليل؟ بلي بيناها قبل أيام، واضح. نعم إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ نعم نعم ضياء، بلي نعم، حياكم الله يا ضياء. نعم سمحت السيد نجاوب على بصمة الأخت الكريمة، نعم. أن والدتها لم تصم إلا يوما واحدا في حياته، فقلت هذا اليوم الواحد لو ما كان صايمته، نعم. على أي حال يظهر أنها، يظهر والله العالم أنا ما أدري، بس يظهر أنه أنها معذورة، تقول أنا مريضة، نعم. وأنا عندي سكر أو كذا، أنا لا أدري، قلت لا أحكم أنها معذورة أو لا، ولكن بشكل عام، نعم. الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إنسان قد يعتذر بس رب العالمين يدري أن اعتذاره صح أو غير صح. فتقول أنه بالسكر، وإذا صامت طيح، هي يمت صامت حتى طاحت، يمت صامت حتى طاحت. فهذا المفروض كل سنة برمضان هي لازم تجرب نفسها، تقدر تصوم وصحتها تحسنت ما تحسنت، وحتى تشوف نفسها إذا واقعا كانت يعني تثبت لنفسها أنها غير قادرة على الصوم، ذاك الوقت تكون معذورة وتدفع عن كل شهر 22 كيلو ونص من الطعام، نعم. كفدية. هذا هو اللي إذا كانت معذورة، أما إذا غير معذورة فهي الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى والكفارات التي لابد أن تدفعها. نعم أحسنتم سماحة السيد. كذلك الأخ ضياء سماحة السيد يسأل عن كيفية، يعني حبيبي قبل كم يوم أنا في إحدى البرامج بينت طريقة صلاة الليل، والآن الأخوة هذا المقطع بدأوا ينشروه موجود على اليوتيوب، كيفية أو طريقة صلاة الليل الصحيحة، وهذا منشور الآن، يمكن الأخ الله يحفظه يبحث عنه في القناة الرسمية إلي وموجودة، ويمكن أيضا مفاتيح الجنان عندك موجود، مفاتيح الجنان بالأخير بقسم الباقيات الصالحات، ابحث كيفية صلاة الليل راح تقراها بشكل جيد. نعم أحسنتم سمعت السيد. نعم عندنا بصمة أخرى نسمعها إن شاء الله. عليكم سيدنا، شو أخبارك سيدنا؟ طبعا عندي موضوع
يعني بالنسبة لي مهم كلش، يعني عندي بالبيت والدي والدتي ما يرغبون على، يعني والدي عندي يقتل اخواني وهاي بدون سبب، بس الشغلات الكبيرة ما يرغبون عليها. فأنا بالبيت دائما يعني مراقبة، كل جهاز أشوف أراقب أخوان الصفار مدري شنو. فيوم من الأيام لزمت أختي وجهاز والدتي تراسل واحد، واحد قريب علينا، مهم تقلت على هذا الشخص غلط، هذا مو زين، لو زين أنا تاخلت تتزوجيني. فانتهت راحت أمي مشت، مرت الثانية هم لقيتها، مرت الثالثة هم لقيتها، والرابعة سوت الأنقص من عندها، سوت شغلة كبيرة. المهم فما استحملت أنا، قلت لوالدتي قلت لها ايش سوت وهي سوت، فقلت لأبوك إذا يسمع يصير بي جلطة ما أدري شنو، لا تقول لي أنت قتلها، أنت تذبحها، أنت موتها، أنت زوجها. قلت أنت الخطأ أنت اللي هو جهاز والدتي، قلت الخطأ أنت تسوينه وبعدين إحنا نطيح بيه. وظلت أحكي أنا من وحدي. فبعد ما استحملت انها، فمرت الثانية هم خذت جهاز اخوي، قلت خلنا اشوفهم بالله جايسهم. اخوي عمره 14 طبعا، لقيته هم باحث على شغلات تعبانة، فما استحملت لقيته سانة جندي وبظل انا اللي موجود بالبيت، وها ابوي قتل اخوي على موت شي انكسر قلوب. قلت له قاعدت يا ام ابوي، قلت له هسه تقتل اخواني على موت شغلات فاشلة يعني كلش ما لها قيمة، بس اكو شغلات بالبيت اللي جاي يصير ما تدري بيها. فقلت له سولفت له اللي صار وهاي، هو صحيح بالبداية تأذى هاي، فوالدتي جت ودعت علي. انا هنا خايف وش اسوي في الحالة؟ زين بس راسك قلت لها المصلحة باختي والمصلحة بنتي. مشكور حبيبي، مشكور ان شاء الله. سمحت السيد جاوبكم. انا احيي الاخ الكريم، احييه في تحمل المسؤولية العائلة ومراقبته لاخوانه واخواته، ولكن احمل الام والاب المسؤولية. يعني هاي الام اللي شوف انت تخبر والدك ما تقبل، طمطم سك اسكت واخفي وكذا، هذا هو الغلط. الأم لازم تلعب دور تربوي، مو الطمطمة والضمضمة وبعدين البنات يستفحلن في أخطائهن. الأم هي كما أنت قلت، أمك هي المقصرة الأولى، واقعا المقصرة الأولى. والدك أيضا يلعب دور، يضرب على كسر مصباح، بس ابنه جاي يروح في متاهات الأخلاقية وأفلام أخلاقية تعبانة وما يدير بال. هذه أنا أعتبرها فشل كبير في إدارة الأسرة. جنابك أنت الله يحفظك عندك هذا الهم وعندك هذا الوازع، طيب جدا ومهم، ولكن الحلول ليست هذه. أن أخذ أشوف شنو أبسطه وكذا، هذا مو حل. الحل بأمرين، أولا أن إحنا في الواقع نقطع هذا الشيء، يعني خلص أنتوا مو جديرين، أنتوا كلكم مو جديرين بوجود هاي النعمة الإلهية وهي الإنترنت والتصفح والثقافة، أنتوا مو جديرين، أنتوا ناس تبحثون وراء السالفات الغلط. وأنا من باب الدفاع عنكم وصيانتكم خلص نشيل، ماكو شيء اسمه أي إنترنت وأي واحد عنده إنترنت على الشريحة، إحنا ناخذ الشريحه مالته وكذا. هذه يسموها حلول رادعه، حلول وقائيه خلص. الامر الثاني اللي اقوم به وانت لازم تقوم به، انه نحصنهم، يعني ندفعهم باتجاه التقويه الروحيه، تقريبهم الى الله، واخذهم الى جانب العلاقه بالله سبحانه وتعالى، مسألة المعنويات والأخلاقيات والذهاب إلى رجل دين، يعلمهم الصلاة، الغسل، الأمور، حتى يعيشون الأجواء الروحية. ما أدري والدتك عندها أجواء روحية بالبيت، لو الموبايل لو التلفزيون على الشرقية وعلى غير الشرقية وأغاني وكذا، ما أدري واقعا. يعني بعض البيوت حاطتها على قنوات تعبانة وهي هذه، في حين الأجواء الروحية تلعب دور كبير يا أخي. أن نضع محطات
ملتزمة، برامج ملتزمة، هاي تلعب دور. فالله يوفقك إن شاء الله. دعاء أمك أصلا ما إلى أثر، أصلا ما إلى أثر. مو استخفاف بأمك، لا، استخفاف بموقفها، موقفها. أنا أدعي عليك، أنت ليش قلت لوالدك؟ شو الكلام هذا؟ أنت شو سويتي لبنتك؟ شنو حليتي؟ رحتي أنت عالجتي قضية علاقات التعبانة؟ فلا تخشى من دعاء أمك، فإن دعائها في الواقع لا يستجيبه الله، لأن الله سبحانه وتعالى أحكم من أن يستجيب دعاء ليس في محله. نعم، أحسنتم سماحة السيد. نعم، زميل المخرج عندنا بصمة. نعم، نسمح إن شاء الله. السلام عليكم رمضان المبارك. عليكم الصحة والسلامة. كنت مريضة هتعبرات وجاية مالتها يعتمد على التغذية مالتها، لازم تتغذى من جزء من الصوم أو تفطر. هسه هي فاضرة. نعم سمعت السيد. يعني على شاكلة البصمة لا. الأولى، والدتي مريضة، والدتي ما تقدر، والدتي كذا، هذا نفس الكلام. إذا كانت واقعا مريضة وغير قادرة بينها وبين الله فهي معذورة. أما إذا كانت لا نوع من الحسب تعبيرنا اللي بل تتعاجز وتشتغل بالبيت وشغل البيت ما يخليني، هذا كله مو عذر، مو عذر لترك الصوم، ولا لأن عندي مسؤوليات بالبيت وعندي أطفال، عندها الأطفال ومسؤوليات البيت ليس أهم من الصوم في رمضان. نعم أحسنتم سمعت السيد. أزمن المخرج عندنا بصمة أخرى. نعم نسمح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وزوجتي مصابين كورونا، هاي صار تقريبا 3 أيام. أعراضنا الحمد لله بسيطة، بس هل ممكن نستمر، ممكن نفطر بهذه الفترة أو نستمر على الصيام؟ نعم في واقع الحال الأخ المصاب إذا كان عندك أدوية منتظمة، أدوية منتظمة في النهار لازم تشربها، لازم تقوي نفسك أو أمور من هالجانب، نعم أنت تفطر. أما إذا لا ما عندك أدوية، عندك أوبر تضربها وأنت هم على حال حسب تعبير. أنا كما أصبنا ما نشتهي ناكل أصلا. نعم حسنتم. على أي حال، فإذا كان ماكو أدوية منتظمة وليس هناك ضرر فيجب الصوم، يجب الصوم ما دام الإنسان قادر على الصوم. نعم أحسنتم سعادة السيد. عندنا اتصال من الأخت إيمان. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولاي عمري مواليدي 99. نعم. وهسا عمرك 23. ويا بلي. نعم. زين انا صايمه بس 7 سنين من عمري. 7 سنين. نعم. زين هسه صار عندي سكر بلي. سكر قارب لعيوني. نعم. ويا نعم. خوش هسه انا ما صايمتين كلين بين الخمسة، ما صايمتين، جربت السنة صمتي وهسا شوف صار عندي عيوني عني وراسي وهسا يعني اليوم انا فطرة احسن من يوم وهي صايمة. نعم حاليا صايمين. صايمين يا ايمان فاطرة. نعم صمت بس 5 ايام. بلي واضح. زين ذني الصيام الصايم تذني بالسبعة، يعني 5 برية ما بيا شيء. نعم. وسنتين عندي سكر، وقبلها انا ما اعرف الصوم مطلوبة بس 2. نعم اي ما اعرف اني شو اصوم، هي ما صايمتين هسه ذني 2 ما صايمتين، وانا بريه ما عندي سكر، وذني 5 سنين عندي سكر، يعني شلون اسعين كفاره اصوم؟ ما اقدر اصوم، وقال من عواقين ما حد يصوم هالليه، شو راح اسويهن؟ ذني والخمس سنين دافعتن كفاره، يعني كفاره دافعتن. واضح يا اختي ما ان شاء الله سمحت السيد جاوبكم. نعم سيدنا تفضلوا. أختي الكريمة، أنت على حال إذا كنت مريضة والمرض يمنعك من الصوم وجربت نفسك، فأنت على حال تعرفين أمرك، وهذا كل سنة لازم أنت تراجعين نفسك. يعني مو أنه لأن أنا مريضة فعشرين سنة ما أصوم، لا، مو هالشكل. الإنسان قد يتعافى، الإنسان قد تتحسن صحته، فلا بد أن تجربين كل رمضان، تجربين شوفين وضعك كيف. إذا كان وضعك إنصافاً أحسن وجيد وتتحملين فلا بد من الصيام.
تقول أنا جربت 5 أيام وشفت نفسي ما قادرة وأنا فاطرة، ما أعرف هذا كان 5 أيام في السنين الماضية لو الآن. عموما أنت عليك أن تدفعي عن كل شهر 22.5 كيلو طحين كفدية بدل الصوم، وإذا قدرتي أن تقضي اللي فات عليك قبل المرض اللي كان قبل المرض عندك 2 سنين ما صايمتها، لابد أن تقضيهن في الشتاء بشيء من ماذا مثلا بالسبوع يوم واحد تصومي بالسبوع حتى لا تتأذين، ولكن اقضي اللي عليك فقط. سمحت سيد عذرا يعني وانت شابة. نعم السنت انه تقضيهن لو اكو كفارة او ماذا بلي لازم تقضيهن قضاء وتعطي كفارة تأخير القضاء. نعم وهو 22.5 كيلو طحين ايضا. نعم احسنتم سمحت السيد. زمن المخرج عندنا بصمة اخرى نسمعها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سجاد محمد الجواد من البصرة، أداوم بالرمالة، دوامي يصير بالشهر 5 سفرات، 3 أيام بالبيت و3 أيام بالدوام. كيف يكون الحكم ماتي الصيام؟ وما أعرف يمتى أبطل، يعني ما أعرف يمتى، اليوم أبطل باشر بعد سنة بعد 2 سنين ما أعرف. إيش قد المدة حتى تكون الصلاة وصيامي تمام؟ وإيش قد المدة أبقى على القصر؟ وشكرا لكم. نعم حياكم الله إن شاء الله. سمعت السيد جاوبكم. ما واضح كان بالنسبة إلي يعني كم يوم كان. سمعت السيد الأخ سجان البصرة دوامه يعني بالشهر 5 سفرات ربما يعني كان. بس. بلي يقول ما أعرف إنه في أي ساعة إنه أبطل. يعني مو واضح الشغل مالته مو مستمر و5 أيام سفر. بلي. هذا لازم أن يصلي قصر ويفطر. لأنه مسافر، والمسافر اللي ما عنده سفرات كثيرة نعم. يصلي قصر ويفطر وبعدين إن شاء الله تعالى يقضي في وقت آخر. نعم أيضا عندنا بصمة أخرى نعم نسمح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم والله يتقبل طاعات إن شاء الله. أنا الأمير علي من كربلاء، عمر 12 سنة وأصوم وأصلي، أجمع فلوس صار لي أكثر من سنة، ويعني صار عندي مبلغ كبير أجمعنا من العيديات ومن الهدايا بمناسبة النجاح، وصار لي أكثر من سنة جمعت مبلغ كبير، فهل هذني فلوس علي خمس أم لا؟ يعني هل أنا مكلف بالخمس هسه لو ما مكلف أنه خمس هذه الفلوس؟ وشكرا. نعم إن شاء الله سمعت. نعم الخمس واجب على كل من عنده أموال فائضة وما استفاد من عدها ومخزونة. إنسان قد يكون عنده أموال ويستفيد من عنده، يشتري ثوب كذا ويلبسه ويشتري أدوات ويستعملها، هذا ما عليه خمس. أما اللي عنده فلوس حتى لو يقول أنا عندي حاجات، أنا عندي احتياجات بس هذه الفلوس محافظ عليها، هذه يجي عليها خمس ما دامت محافظ عليها يعني ما مصروفة. فأي واحد عنده أموال ما مصروفة ومر عليها سنة تتخمس، طبعا مرة واحدة تتخمس. أنت تقولين أنا عليه خمس، بلي عليك خمس وين كنتي صغيرة، وين كنتي 7 سنوات حتى لو 5 سنوات عمرك، لأن والدك هو اللي لازم يخمسه حسب رئيسية الثاني. فأنت هذا المال لازم تخمسي بابا وتدفعي للسادة الفقراء، نصفه للسادة الفقراء المؤمنين الملتزمين ونصفه للعوام الملتزمين المؤمنين. نعم أحسنتم سمعة السيد. أيضا زميل المخرج نعم عندنا وصمة أخرى نسمعها إن شاء الله. عليكم سيد نهد. تقيب أثناء أذان فجر مفترض الصوم أم لا؟ كيف؟ نعم. عيدوها والله؟ التقيؤ سمعت السيد. نعم ممكن عادة في البصمة. السلام عليكم سيد نهد. تقيؤ أثناء أذان الفجر مفترض الصوم أم لا؟ التقيؤ على قسمين، تقيؤ عمدي وتقيؤ غير عمدي. نعم. إذا كان تقيؤ غير عمدي يعني هو يعني حالة غير اختيارية فالصوم صحيح ما في مشكلة. نعم. بشرط أنه تبصق الأشياء بفمها لا ترجعها فصومها صحيح ما في مشكلة. أما إذا تقيأت هي عمدا دخلت أصبعها وكذا وقيأت نفسها هذا يفطر. نعم أحسنت وسمعت السيد. زميل المخرج نعم عندنا بصمة أخرى نسمعها. هل أهل البيت مشفقين على الأمة؟ أي في زمنهم عليهم السلام ومن بعد زمنهم عليهم السلام، أي هل هم مشفقون على الأمة؟ نعم
سؤال عائم بلي. عائم غائم الأئمة مشفقون بلي. الله مشفق والنبي مشفق، الأئمة هم في الواقع في نفس الخط والمنهج بلي. وامتداد للنبوة، فلا بد أن يكونوا مشفقين، وهذه على حال ضمن الصفات التي ينبغي للمعصوم أن يتمتع بها، وهو أن يكون مشفقا على الأمة. مشفقين الآن، نعم مشفقون، الإمام الحاضر الإمام المعصوم صلى الله عليه وسلم عليه الإمام الحجة هو تمام الشفقة على الأمة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في رفع المشاكل والوقوف للأمة في قضايا نحن قد لا نشعرها ولا نفهمها، ولكن الروايات الكريمة تقول على أن وجود الإمام الحجة وإن كان غائبا ففائدته كفائدة الشمس التي تغطيها السحاب والغيوم. فنعم الشفقة موجودة وهم من المشفقين بلا أشكال. نعم أحسنتم سمعت السيد. أيضا عندنا بصمة أخرى نسمعها. السلام عليكم سيدنا، الله يحفظكم إن شاء الله على هذه القناة المباركة. سيدنا طلعت عام النجارة وحدة على اتفقت ويا أنا مودي سلي حلي البيت مالتي، فاتفقت ويا شغل درجة أولى، فخل بالاتفاق يعني ما اشتغل اللي رايد أنا مو شغل درجة أولى، غشني كذب علي بأغلب الأوقات، فباقي له يمي 700,000، فأنا امتنعت ما انطيت هذن 700,000 لأن متفق ويا درجة أولى هو ما اشتغل لي درجة أولى، اتفقت ويا حديد شكل فجاب لحديد شكل ثاني، اتفقت ويا على شغلة أترية عن الحديد مثلا الأترية يعني 25 فجاب سوى الأترية 30، هو شغلات خل بيهن ضمن الاتفاق. نعم. شوف حبيبي، المؤمنون عند شروطهم، قاعدة عندنا المؤمنون عند شروطهم، إذا اشترطت على الحداد يسوي شيء أو التسليح يعني أنه تقول له يا الشيشة هالقد، الأترية هالقد، المسافة الأترية هالقد، بالتسليح طبعا أنت لما اشترطت عليه هو قام شنو يبعد، لأن أنت لما يخلي 20 سنتيم راح يصير أتريات أكثر مما يخلي 30 سنتيم، يعني راح يسرق من الشغل. إذا سرق من الشغل وخلاف الشرط، خلاف الشرط يمكن لك أن شنو؟ يمكن لك أن تبطل المعاملة، ويمكن لك أن تدفع له شنو؟ أن تدفع له حسب تعبيرنا أجرة المثل. تقول يا أبا، هسه واحد يقول يا أبا أنا حسب تعبيره أنا درجة أولى، أنت ما راضي. نعم. تجيب أهل الفن، أهل الصنعة، وتعال يا أبا أنت حكمه هذا الحديد درجة أولى، لو هذا حديد تعبان جايب، أنا قال لي جيب الحديد مثلا الأوكراني، جايب الحديد مثلا الكذائي، ما أعرف عليه حل هالأمور. فالمؤمنون عند شروطهم، فإذا أخل بشرط يمكن للطرف الآخر أن ماذا؟ أن يعطيه أجرة المثل للأجرة المسمى. أجرة المسمى يعني الأجرة المتفق عليها. الأجرة المتفق عليها وقعت على من على شروط، فإذا اختلت الشروط فهنا يقدر له أن يدفع لأجرة المثل، يعني يقول مثلك أمثالك اللي يشتغل بهالحديد بهالطريقة إيش قد ننطيه بقدره. نعم. فيمكن له أن نعم سمعت السيد، يعني كان الأخ يقول مثلا إذا بقت 700,000 إنه هو هذا يعني. نعم. يقدر يقول يا أبا بحسب لها تعشوف أنت أستقطع من عندك الأجور اللي إحنا حددناها سابقا. نعم أحسنتم سمعت السيد. نعم عندنا بصمة أخرى نسمعها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم أجمعين بحق محمد وآل محمد، أرجو أن تكونوا بألف خير. لدي عدة أسئلة وأرجو من سماحة السيد أن يعني يزودني بالإجابة، جزاكم الله خير الجزاء. السؤال الأول أنه أنا لدي سنة 50 ولدي مبالغ لدى يعني مداين الناس مبالغ مالية، فمن يسددوني هاي المبالغ المالية يجب علي أن أخمسها في رأسا آنيا أم أنتظر تمر السنة 50 وأخمسها مع المبالغ الأخرى؟ فمثلا أنا أطلب ناس مبالغ مالية يعني إذا أرادوا يسددوني، هم اللي حد لغاية الآن ما مسددين بس رح يسددوني هسه في الفترة الحالية،
فأخمسها رأساً لو أنتظر رأس السنة الخمسية وأخمسها ويا مجمع أموالي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا من المدخنين المدمنين على التدخين، يعني خلال ساعة إذا ما أشرب الجقارة يقوم جسمي يرعش وأعصاب ورجفة تصير عندي. فهل بالإمكان أصوم شهر رمضان والعدول في مسألة التدخين على مرجع آخر؟ نعم. السؤال الثالث، زوجتي تعمل كثير في البيت وتكون دائما مشغولة مع الأولاد وتربية الأولاد وتنظيف البيت ومستلزمات البيت، ولم تكفيني في فراش الزوجية، يعني لم تمكنني لأنها تتحجج بتعبانة وليس لدي وقت ومن هذا القبيل، فما هو الإجراء المطلوب من قبلي؟ السؤال الأول اللي ذكر الأخ فيما يرتبط بالخمس، شوف حبيبي، أنت تقول أنه أنا مبطي ديون للآخرين وهل يجب علي أن أخمس هاي الأموال لو رجعت؟ طبيعي الأموال لما أنا أعطي للآخرين إذا بقى سنة عند الآخرين، يعني مرت سنة الخمسية وهي أموالي عند الآخرين، فتعلق بها خمس، تعلق بها خمس، متى ما أتى بها لابد أن تدفع خمسة، شو وقت ما جابوها تدفع خمسة. ليش؟ لأن هي تعلق بها الخمس، تعلق بها الخمس وهي عنده، تعلق بها الخمس وهي عنده، فمتى ما أرجعها تخمسها فورا. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني فيما يرتبط بالتدخين، أخي الكريم، أولا الحياة هي هالشكل، يعني الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان حتى لما حصل ماذا، السيء عن الجيد والخير عن غير الخير، فأنت لابد أن عليها تثبت جدارتك وتقوي إرادتك وتلقن نفسك أنك أنت إنسان شجاع وقادر وقوي في مقاومة هذه السجارة. تقول ما أقدر ما أقدر ما أقدر، أقول لك سافر سافر سافر. يقول ما أقدر، سافر 22 كيلومتر 25 كيلومتر، روح هناك أكل لك حاجة وتعال. أما ما عندنا فقيه ترجع له يجوز لك التدخين في شهر رمضان. الآن ما عندنا. السؤال الثالث فيما يرتبط بالتمكين، أخي الكريم، أنت كل العمل على زوجتك من الصبح لليل مع الأطفال وكذا وهي صائمة ووضعها، ولا تجي تعالي مثلا تكوني في خدمتي في وقت معين. هنا أكو طريقين، الطريق الأول ساعدها أنت، قولي يابا أنا علي فلان شي فلان شي أسوي بخدمتك وكذا، ساعدها حتى شنو، حتى تخلو لك أو تفرغ لك، أو تأتي بشغالة قول يا راح اجيب لك وحده بالاسبوع، يعني مرتي انت تجي تكنس تغسل وكذا وتمسح وتروح حتى اخفف عليك. نعم. فاكو شيء اسمه شنو، يعني حسب تعبيرنا قدم شيء حتى تقدم هي، والا انت كل الامور هذه معنا مو واجبه عليه خطيه. نعم. بس هي مؤدبه مرتبه وتريد تحافظ على بيتها. فمساله التمكين مساله انت لابد ان تهيئ لها إمكانية التمكين. نعم، أحسنتم سماحة السيد، جاوبنا على كل الأخوة اللي اتصلوا بنا وكذلك أصحاب البصمات، شكرا لكم سماحة السيد وربي يحفظكم إن شاء الله. حياكم الله بارك. نعم. كذلك شكرا موصول لكم مشاهدينا الأحبة على حسن الإصغاء والمتابعة، انتظرونا في حلقة أخرى إن شاء الله في أمان الله ورعايته.